بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الرباني. اللهم بلغنا رمضان. طول رمضان يحتاج الى تعداد حقيقي. يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا. الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، بعدما أبحرنا في ركب معنا، هل ركبت معنا؟ أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم النجاة من الفتن. اللهم اجعلنا ممن ركب سفينة السنة فنجا، ولا تجعلنا ممن تخلف عنها فهلك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا صحبة الأنبياء. اللهم اجعلنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يوم تقول له، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا معه يومها. ثم هذه وصايا الإبحار، وصايا الإبحار. وأول وصية قبل الإبحار، قبل الانطلاق، حدد الهدف، حدد الهدف، حدد الهدف. أخي حدد الهدف، حبيبي حدد الهدف. لو أن رجلا يمشي في مدينة لا يريد شيئا، فأين يذهب وكيف يتجه؟ إنه ضال تائه. أما إن كان له هدف، فإن كان صادقا في طلب الوصول إلى هدفه، بحث عن أسرع الطرق وأسلم الطرق للوصول إلى هدفه. ولذلك دائما أوصي إخواني بتهديف الحياة، أن يكون هناك هدف أعلى، هدف أسمى، هدف أكبر، هدف هدف العمر رضا الله، هذا هدف لا يغير. وهناك أهداف مرحلية في الطريق، في كل فترة من حياتي، في كل مدة لي هدف، هدف فرعي من هذا الهدف. هناك هدف أن أنا أدرس كذا، هدف أن أنا أبني مسجد، هدف إن أنا أصل إلى كفالة كذا يتيم، هدف إن أنا أحفظ قد كده من القرآن، هدف. لازم لك هدف في حياتك تعيش عشان. والكلام ده أنا قلته من زمان. عارف يا أخي الخطبة دي كانت سنة كام؟ خطبة موجودة عندك اسمها ما الهدف، كانت في طنطا، كانت سنة 84 85. ما الهدف؟ وقلت ساعتها ان لازم يكون لك هدف في حياتك. قلت ساعتها ان الشيخ الألباني نجح انه يبقى افضل محدث على ظهر الارض في عصره،
واكثر الناس جهدا، لانه من صغره من اول ما التزم حدد هدفه ان انا عايز ابقى محدث، فبقى محدث ما التفتش يمين وشمال. لذلك قلت ساعتها حتى معلش اعيدها عليكم تاني، ولو ان انا احلتك الى السرير ده ما الهدف؟ ها ان لازم نمره واحد التركيز في الهدف. وضحكت انت او بتضحك كل ما تسمع الشريط ده، ما الهدف؟ لما قلت العيال اللي بيمسحوا الاحذيه اللي قاعدين في العتبه على كراسي صغيره وقدامه صندوق بتاع مسح الاحذيه تلميع الاحذيه، ها قلت تلاقي الواحد منهم عينه على الايه، عينه على الجزمه، بقت الدنيا كلها في عينه جزمه، لانه حدد الهدف عايز الجزمه. بالآل لون ده عندي قاضي، عايزة تتنفض، دي عايزة تتلمع، دي عايزة تتدبس، دي عايزة تتكبسن، دي عايزة دماغه جزمة. تلاقي الحلاق ماشي في الشارع عينيه ايه على القفا، فبقت الدنيا كلها في دماغه قفا. التدريجة دي عالية، التدريجة دي واطية، التدريجة دي مش مظبوطة، لا اصل ده قفا عريض، لا ده قفا دي اصل دي حدد الهدف. اتنين ركز في الهدف. اذا سبنا الحلاق وسبنا الجزماتي وجينا عليك انت يا موحد وهدفك بعد ما ركبت معانا، اركب معانا، اركب معانا بعد ما ركبت، واحنا هنبحر بقى في رمضان الهدف. شوف هو هدف واحد ما فيش غيره، العتق من النار. ومن اول ليله اسمع الحديث ده واوعى تقول لي سمعته قبل كده، انت عمرك ما سمعت الحديث ده قبل كده. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع الحديث اللي عمرك في حياتك ما سمعته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النار، لكل منهم دعوة مستجابة. قل لي سمعته ما حصلش، اسمعوا تاني بتحدى، اسمع تاني كده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة. طول عمرنا بنسمع في كل ليلة عتقاء من النار، لكن في يوم وليلة دي جديد، مش محديث مألفه بس ما كانش متركز عليه او فهمنا له دلوقتي. في كل يوم وليلة، عشان كده كان الناس مضيعين الايام وكل الاهتمام بالليالي. النهار ضايع مع الناس في الشغل، في النوم، في الاعداد للفطار، بالليل في صلاة التراويح ماشي بينشغل، عند السحور بركعتين ماشي، بشوية قرآن ماشي، بصلاة الفجر في الجامعة ماشي، بس النهار عند اكثر الناس ضايع. نهار رمضان ضايع للأسف الشديد، ده في الأيام في عتقاء. في نهار رمضان في عتقاء، إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار. وشوف بقى دول بالذات لهم دعوة مستجابة، مش كل اللي صايب له دعوة مستجابة، وإنما لدول تحديدا لهم دعوة مستجابة العتقاء. فلذلك حدد الهدف، حدد هدفك. حاجة من اتنين أصلها، حاجة من اتنين، يا تعتق رقبتي من النار، يا إما تعتق رقبتي من النار، فيش حل تالت، هو كده. يا إما ربنا يعتق رقبتي من النار، يا إما ربنا يعتق رقبتي من النار، حل من الاتنين دول. هو حل واحد، أن يعتق الله رقبتك من النار. طيب ما احنا بنقول دايما، اللي يقول أنا نفسي ومنعيني ربنا يرضى عني،